مع قرب عيد الأضحى المبارك تستعد المسالخ التابعة لبلدية مدينة أبوظبي لتستقبل الجمهور وتلبي احتياجاتهم مع عملية تنظيم جديدة، وهي خدمة إلكترونية حديثة تسهم في خدمة أعداد كبيرة من الزبائن في وقت قصير جدا. السنة هاي مع الشركة المشغلة نزلت برنامج اسمه ذبيحتي، وتقدر تطلب أضحيتك وتوصل لك إياها مذبوحة مقطعة. 2500 أضحية في اليوم الأول لعيد الأضحى، العدد المتوقع استقباله في مسلخ أبوظبي للجمهور. وضمن التجهيزات التي قامت بها بلدية مدينة أبوظبي، تم تزويد المسلخ بثمانية أطباء بيطريين وأربعة مراقبين و150 قصابا. مسالخ بلدية مدينة أبوظبي أمنت طاقم بيطري كامل على مدار اليوم لكشف على الذبائح من قبل الذبح وبعده، وأيضا جميع المواشي بتدخل سوق المواشي يتم الكشف عليها بيطريا للتأكد من خلوها من الطفيليات الخارجية اللي بتنقل الأمراض المشتركة. في عيد الأضحى خصصت بلدية مدينة أبوظبي المواعيد لتتناسب مع أوقات الجمهور، وتبدأ من الساعة 6:30 صباحا وحتى 7:30 مساء أول أيام العيد، ومن 6:00 صباحا وحتى 7:30 مساء بقية أيام العيد. كما ستقيم البلدية صلاة العيد في مساجد المسالخ، وسيتم استلام الأضاحي من أصحابها الموجودين في المسلخ قبل صلاة العيد، ويتم ذبحها عند انتهاء الصلاة مباشرة بهدف التخفيف من الازدحام.